بهذه الوسيلة المحفوفة بالمخاطر يكون عبور ساكنة جماعة سيدي عبد الله بوشواري بمنطقة شتوكا إتباها إلى موارد التزود بالمؤونة أو إلى خدمات التطبيب على محدوديتها. يحدث هذا بعد انهيار الجسر الوحيد الرابط بين عدد من الدواوير وكلما أمطرت وجرت مياه الوادي. شي 30 دابا هادو القنطرة مشات ذاك الوادي ذاك العام اللي فات ودابا بقى لهم بان. كيكونوا العيالات هنا في الدوار كيبغيو يولدوا شحال من مرة هنا مات فيه الولد غير على حساب هذا الولد. كاين المشكل ديال السوق، كاين المشكل ديال البنية التحتية، كاين الطرق عديدة متضررة من التساقطات منذ سنين ولكن لا زالت تعاني. الناس تعزلت عدة مناطق، عدة دواوير تعزلت. العزلة هنا تنوعت مظاهرها وأسبابها، خدمات صحية ضعيفة، سوق أسبوعي متهالك البناء، وبنية طرقية مهترئة ازدادت سوءا بعد انهيار المعبر الوحيد الرابط بين عدد من القرى الساكنة وممثلوها المنتخبون في لقاء مكاشفة عند النقطة العازلة. في الميزانية ديال الجماعة عندنا 134 مليون في الارتيكل ديال الطرق ديال الطرق بما فيهم القناطر يعني الطرق. لماذا علاش ما نحيدوا هذا المشكل ديال هذه المنطقة اللي هي معزولة؟ كنتسناو على أساس أنه يجف الواد وندوزوا القنطرة، وهذه القنطرة راه عليها الرهان بلي أنه راه غادي تصايب إن شاء الله، ولكن لا بد كتعرفوا بلي ان الاعتماد ديال الجامعه والميزانيه ديال الجامعه راه خاضعه للمساطير، خاضعه للمصادقات، خاضعه للقضاء. ما عندناش الفلوس في كفاب لانه الناس بغاو بغيت يسمعوا هذا الشيء مزيان. قد تطول هذه المساطر الإدارية أو تقصر، لكن طول مسافة العبور بين ضفتي هذه الوادي وبهذه الطريقة قد لا يسعف الساكنة لتحمل انتظار أطول، فالعزلة تكون أقسى حين يرتفع منسوب المياه ويصبح العبور مغامرة قاتلة.